شنطة ورايا نروح بقى ليا للسخونة. كل ما رحت للشعبي كل ما استمتعت. طنطا ورايا مباراة من العيار الثقيل بطلها الكابتن وجيه احمد بعد قليل. اتفضل يا كابتن تامر عبد الحميد معك المباراة، وعايز اقول تحية للكابتن عمرو انور العظيم وللكابتن حسام عبد العال المحترم. عملوا مباراة يا جماعة جماهيرية بحتة، حتى رايا كان معاه جماهير. وبشكر فايز بيعريبي جدا وانحني له تقديرا واحتراما، واحمد بيه شمس عضو لجنه الكره وعضو مجلس الاداره اللي قعدوا معنا، والمركز الاعلامي الدكتور ياسر المعداوي حتى قبل المباراه بساعه لتيسير دخول كاميرا قناه الشمس. بشكرهم شكرا جزيلا على هذا الكرم وهذا الاحترام، وابوا الا ان تدخل الكاميرا ومستحيل انها ترجع، وكانوا كرماء ونبلاء معنا ومع كل الكاميرات، وده اكتر مباراه دخل فيها قنوات. اتفضل يا كابتن تامر. مباراه من المباريات الثقيله في الجوله ديت، فرقتين محترمين جدا، بنتكلم على فرقه طنطا تاريخ كبير جدا في الكوره، ممثل كبير لمحافظه الغربية، خبرات موجودة إدارية كبيرة جدا عن طريق طبعا السيد المحاسب فايز عريبي، جايب مدير فني على أعلى مستوى الكابتن عمرو أنور، عندهم خبرات طويلة وضرب بيه مثل قوي في الاستقرار، عندهم خبرات طويلة قوي في القسم الثاني، عندهم خبرات طويلة قوي في القسم الأول في الدوري الممتاز، وبالتالي ده الطبيعي بتاعهم. انما لما اجي اتكلم بقى الناحيه الثانيه عن فرقه زي رايا لسه طالعه، الاسم مش متداول قوي، تعمل الصدى ده، توصل للمنطقه دي، يبقى اذا انت بتتكلم عن اداره محترمه جدا. يبقى انا النهارده قبل ما اوجه اي تحيه اي شكر اي تقدير لاي حد في فرقه رايا لازم اقدمها للواء وليد حموده رئيس النادي، اللي انا بقول دايما ان بص على نجاح اي منظومه في الدنيا يبقى بص على العنصر الاداري فيها. نجح ان هو يعمل تيم محترم اللي هو وليد حموده، نجح ان هو يجيب مدير فني محترم الكابتن حسام عبد العال. احنا فايز بعريبي وانا بشكر عمرو فرغلي عمل لنا كواليس رائعه، مدير تصويرنا في الغربيه، وفايز بعريبي بقول له الف سلامه. يمكن الراجل يعني قبل المباراه يمكن كان حتى منقطع عن الرد على التليفون، الله يكون في عونه يعني، وباين عليه كمان يعني باين عليه كمان الله يكون في عونه يعني. انما طبعا يعني الراجل موجود في وسط الفرقه، نموذج للاداره الناجح طبعا طبعا طبعا، شخصيه كمان من الشخصيات الرائع. انما انا بفرح من المنظومات الجديده اللي بتطلع طبعاً. يعني منظومه زي رايا بتقدر تحط رجليها بالمنظر دوت، بتقدر تقدم مباراه على اعلى مستوى بهذا الشكل. طنطا ابتدى المباراه ديت في حراسه المرمى احمد ربيع الشيخ، في خط الدفاع احمد حسني ومحمد حسام واحمد علي واسامه ايمن النجار، وسط الملعب حسام غالي وحسون محمد وشيكا وعبد الرحمن الدح ومحمد عاطف، وفي الهجوم محمد جمال ميدو. اما رايا ابتدى بمحمد موسى في حراسه المرمى، خط الدفاع محمد علاء هيكل، ابراهيم رجب واحمد عبد الرحمن ورامز زيدان، وسط الملعب احمد عادل ومحمد عادل ومحمد السعيد وابراهيم سليمان واحمد مصطفى، وخط الهجوم طه الـ النادي. التغييرات طبعا هدف المباراه اللي جه احرزه اللاعب محمد عاطف، هدف المباراه الوحيد الحقيقه، جه امتى بقى؟ جه في الدقيقه 85 من عمر اللقاء، ورد بهدف ملغي لراية. الكابتن وجيه هيقول لك فصل الخطاب لانه حديث الساعه بالظبط كده. يعني اذا انت بتتكلم النهارده المباراه على ملعب المباراه كانت على ملعب طنطا في نادي طنطا، وبالتالي انت النهارده علشان تعمل او تمشي وتبقى انت اللي ليدنج ذا جيم وانت اللي بتحرك طنطا على ملعبه بالشكل ده كله، يبقى اذا انت النهارده كرايه كنت اكتر من ند طبعا. يبقى لما نتكلمنا على ابو قير للاسمده بنتكلم كمان على رايه.
خلي بالك منه. امكانياته كويسه قوي. امكانيات ومش امكانيات ماديه بس، انا بتكلم على الفكر وعلى الدماغ وعلى التخطيط اللي بيوظف الامكانيات الماديه دي، وهو ده سر النجاح يا عبد الناصر. بعد اذنك، لان انا شفت في الجزئيه دي اتكلمت في الجزئيه دي، يبقى لازم نوجه تحيه لمعالي القائد طبعا اللواء اركان حرب وليد حموده طبعا، قائد المنطقه الشماليه العسكريه في الاسكندريه طبعا، اللي هو مع مساعدينه ومع الناس بيحكي لي سياده اللواء احمد حجازي كان رئيس نادي رايه، وهو حاليا مساعد معالي القائد وليد حموده لشؤون النوادي في المنطقة الشمالية العسكرية. عايز اقول لك في ناس خططت صح، ده الشغل ده مش هيطلع، الشغل ده مش هيطلع كده بالظبط. انا قلت في البداية ايه، اي منظومة ناجحة، انا قلت في البداية اي منظومة ناجحة بص على العقل اللي ادار، وبعد كده لان اكم من اندية ومنظومات عندها امكانيات مادية كبيرة جدا وضخمة جدا وما بتقدرش تحقق حاجة. بعد كده بص خلي بالك يروحوا يجيبوا سيادة اللواء عبد الجليل امام مدير كورة، يعني اختيار عظيم عظيمة جدا. والكابتن حسام عبد العال قصة في التدريب طبعا، عارفين طبعا طبعا، وعملوا فرقة حلوة جدا، ولذلك هم في امس الحاجة لانهم يسمعوا الكابتن وجيه احمد، لانهم عندهم هل ظلموا هل هدفهم يمكن هنبص عليه دلوقتي وهنقدر نتكلم عليه. لا ممنوع، هو الكابتن وجيه احمد ليه الكابتن وجيه بيخش بالعصاية لو لا وجيه حبيبنا. يعني عاوزين نقول ان التغييرات كمان لازم برضو نتكلم فيها بشكل كبير. طنطا عمل تغييرات، نانا انتوي ومكان ميدو جمال واحمد الشامي مكان شيكا في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، يعني ده اول لقاء عمله عمر انور، اول تغيير اسف في عمله عمر انور كان في الدقيقة 70، اعتقد انه كان متأخر شوية، يعني انت لسه متعادل 0-0 واول تغييراتك في الدقيقه 70 كان لازم ممكن بدري يعني كده يميل شوية. يميل الى وبعد كده شهاب فتحي وشريف مجدي في الدقيقه 93 و95 يعني هو اذا كان راضي بشكل بالنتيجة كبير عن لعبته يعني لما يكون متاخر في التغييرات. هو الكابتن عمرو على فكره متميز في الحته دي ومدرسه مختلفه يعني هو ده مدرسه الكابتن حماده، بيغيرش على حسب على حسب المقتضيات الدنيا ماشيه، ولذلك دايما السنه اللي فاتت كانت تغييراته تحدث فارق تمام. في الناحيه الثانيه بقى في رايه حسام عبد العال ابتدى بدري شويه يعني غير محمد عرابي مكان محمد عادل في الدقيقه 51 تمام، حسام عبد الواحد بدلا من احمد لالا في الدقيقه 60 تمام، وبعد كده عمل ثلاث تغييرات دفعه واحده محمد رضا الدقايق بقى اعتقد اعتقد ان الثلاث تغييرات دول بعد الهدف، لا في الدقيقه 81 قبل الهدف قبل الهدف اعتقد يعني ان هم دول في المباراه اسمعني اعتقد ان هم الثلاث تغييرات دول فرقوا في الجيم اللي فرقوا في الجيم يعني ازاي تركيز ولا اعمل ثلاث تغييرات دفعه واحده في الدقيقه 81 في الدقيقه 81 عمل هزه لان الهدف جه لا بس ممكن يكون كان طمعان وكان ممكن يعملوا العكس، بخلي بالك ما استطاع بالثلاث تغييرات انه يرد بهدف ملغي. ما انا عايز اقول لك حاجه انا عايز اقول لك حاجه هو طمع في الجيم صح، برافو عليك هي يعني تفسيرها كده، الثلاث تغييرات اللي عملهم هو طمع في صح الجيم صح، لان هو شايف ان هو ماشي ايكوال ودليل على نجاحه ورؤيته انه استطاع انه يتعادل بعد دقائق بهدف ملغي وجه احمد سيحسبه بالظبط كده انما في الاول والاخير انت بتتكلم على فرقه محترمه، بتتكلم على فرقه هيبقى ليها وزن صح وتقل جدا هذا ال 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 يا لهوي على الفرصه دي يا لهوي يا كابتن اسامه شكلها رايح جون كمان هدف من الاهداف هدف ضائع الاهداف المؤكده بس يعني نقدر اهو يعني راجل ده الهدف اهو قدامك الهدف اهو قدامك اهو برضه الجون طلع خطا فادح من حارس المرمى بصراحه حارس المرمى طلع غلط على فكره قريب قريب جدا من هدف حرس الحدود اللي جه في بوير مع الفارق ده في زاويه وده في زاويه حارس المرمى والتغطيه هتامر اللي جاب الهدف محمد عاطف حارس المرمى الخطا برضه عشان نبقى مكملين والتغطيه العكسيه الحقيقه بس هي كابتن حارس المرمى الحارس محمد موسى بص الكره بالونه عاليه جدا سهل قوي عامل معاها
الاوفر سهل طبعا. وبعدين حتى الراجل حاطط يا جماعه والنبي الناس بعتها لكم ما تنسوش اللي جابوا الاهداف في ماتشات نسينا نقول اسامي اللي جابوا الاهداف حقكم علينا رغم ان معانا اللي جابوا الاهداف والدنيا زي الفل فيش عندنا مشكله خالص. يعني انا بحمل حارس مرمى رايه نسبه كبيره من الهدف دوت انا بحمله النسبه انا بحمله النسبه كلها والارزاق على الله يعني بص الكوره معموله يعني واضح ان الطوليات ورا الباكين الاطراف هم العامل المشترك بس الكره واخده ارتفاع عاليه قوي في الهواء يعني مش الكره السريعه مش الكروس السريعه رقم واحد رقم اتنين حتى المهاجم يا كابتن في نفس الزاويه بتاعت الجول يعني ما حطهاش في الاتجاه المعاكس ليه يعني الجول حتى لو واقف على رجليه بمنتهى البساطه كان ممكن الجدل كبير جدا على طاقم التحكيم اللي الكابتن وجي احمد هيجاوب لنا على ذلك كله. عمرو عبدين من سوهاج، محمود النحاس سوهاج، كيرلس نزيه سوهاج، هيثم عثمان سوهاج، ده كلهم ولاد عمنا يا عم تتليهم كانوا ممتازين والله. بس انتوا بتضحكوا عليا. بقول لك يا عبد الناصر الكوره في اول. ومراقب مسابقات سمير سعد ومراقب حكام مصطفى الكومي، ايوه هم خرجوا من الباب الخلفي في حمايه الامن ولكن برضه بلدياتنا سياده اللواء عبد الجليل سماح. مش عاوزين ننسى كمان ال بلدياتنا بقى مش عاوزين ننسى الاجهزه الفنيه المعاونه يعني انت بتتكلم برضو على فرقه طنطا الجهاز المعاون تقيل يعني مجموعه المجموعه اللي موجوده كابتن فتحي سليم مدير للكوره وقلنا عمرو انور خلاص مدير فني والمحروقي مدرب عام واكرامي صابر مدرب ومواب سعيد مدرب مساعد اسامه ليلى تمام اسامه ليلى من مدربين حراس المرمى اللي ليهم يعني شنا ورنا جمال بوشير مدير اداري ويكملوا الناحيه الثانيه برضو الاجهزه المعاونه مع اللواء عبد الجليل امام واحد يا جماعه من اللواء عبد الجليل يعني انا اشتغلت معاه على فكره يعني خبراته تمتد لاكثر من 30 اكثر ربنا يديله الصحه اكثر من 30 سنه في العمل الاداري في كرة القدم راجل راقي كرمة جدا طبعا. جدا جدا تمام. لتوفيق كبير قوي للواء وليد حمودة ان هو يختار هكذا مدير اداري حسام عبد الواحد مدرب عام وحسام خليل مدرب ونصر فاروق حراس مرمى وليد سليمان مخطط احمال مش وليد سليمان بتاع الاهلي طبعا تمام وميشيل ماجد محلل اداء وباقي طبعا الكباتن المحترم. خليني بس عم الحاج بدوي فتحي بعت لي بيقول انتوا خليتوا قناه الشمس ليها معنى انت عارف الناس كلها بتتفرج على القناه انا جاي لسه واصل البيت مفيش قهوه مش فاتحه البرنامج ربنا بيديك على كد تعبك يعني مش عايز اتكلم عن اي زملاء تاني في برامج رياضيه كلهم محترمين وفوق دماغي اشكرك ما كانش حد يعرف الدوري ده بس انا عايز اقول حاجه يا عم الحاج بدوي فتحي مش احنا اللي عملنا قيمه للقناه القناه التي تمنح الفرصه وتعطي الامكانيات لحد كان قاعد في البيت انا فخور ان انا اقول ده ولا اتاجر بيه وان هتوفر له كل الامكانيات انه يعمل هذا الشغل الاعلامي الرياضي المحترم هي النجم وهي الكبيره وهي صاحبه القدر حتى لو احنا ربنا جعلنا سبب هم اللي وفروا لنا كل مقومات هذا السبب وهذا النجاح. كانت مسانده بشكل كبير جدا بشكل قوي جدا طبعا وانا بتضايق جدا من اي حد يقول عملته لا قناه الشمس اللي عملتنا انا كنت نايم في البيت يعني معلش 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 انا يا باشا لا 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 كنا جنب بعض كنا مع بعضينا نايمين في البيت المستحيلون مش كل شوية يعني ها ماشي مش كل شوية تقعد تدير مشاعري واحدة ماشي خلي بالك ده بالعكس ده يحسب لسميرة الجنادي الناس شايفة مدى القوة والاحترام لناس كانت ملهاش نصيب انها تظهر ولكن تظل الدولة المصرية دولة محترمة ورهنا وربنا جعل سميرة الدغيلي سبب ان احنا كسبنا الرهان احمد عبد الله مراسلنا كان في ملعب مباراة طنطا ورايا استاد طنطا ومعه في التعليق الاخ المحترم محمود ديويدار ومدير التصوير المحترم عمرو فرغلي ومعاه يوسف عمرو وفي الاعداد كان محمد ملاح قاسم وفوزي البرق محمد صلاح قاسم والنبي بكتب لنا بالكمبيوتر يا استاذ محمود عشان انت بتكتب فرعوني على هولوغريفي وانا مش ناقص كفايه اللي اتعمل فيا في النصر للتعليم محمد صلاح قاسم كان هناك وفوزي البركاوي ابويا بيسلم عليك ويقول لك ما تجيش تاني ما
معلش بقى احمد كشك وكان في المباراه. خلينا نسمع تقرير مهم جدا، انا عارف انه هيكون من افضل التقارير اللي ممكن تشوفوها، وتحيه خاصه لكل الناس اللي ساعدتنا في دخول هذه المباراه، وده مدير مكتبنا في طنطا. يعني الناس بصراحه لم تتاخر نهائيا معنا. نشاهد. ان شاء الله طبعا فريق رايا بيلعب بالزي الابيض، الزي الازرق عمرو انور نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني اللي تواجد من قبل نادي طنطا في الكره المصريه مع نادي المصريه للاتصالات، ومن قبلها طبعا كمدير فني في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، وكان ليه تجربه طبعا مع فريق اتحاد جده السعودي. جمال وانفراد، انفراد هي مش ممكن، خروج احد افراد الجهاز الفني المتواجدين لنادي رايا في قدم الموعد. كان على طول الكره ملعوبه في اتجاه نانا انطوي، يمرر الكره خطره جدا من احمد حسني، الراسيه، هلا جول، هلا جول، هلا جول، يا ولد يا ولد يا ولد، على طول محمد عاطف المتالق اليسار الرائع هذه المره يغير الطريقه، معروف بقدمه اليسرى وتصوباته المميزه، لكن هذه المره ولا اجدعها مهاجم محمد عاطف يسجل براسيه ذهبيه. كابتن عمرو عامل فتره اعداد جيده وعامل فريق مطمئن، و مجلس اداره موفر الامكانيات، اللاعبين بيأدوا اللي عليهم، في التزام وفي انضباط وفي استقرار، عوامل النجاح كلها متوفره. يعني يتبقى توفيق المولى عز وجل. يعني ينقصنا ان يبقى في جماهير بتشجع. قرار منع الجماهير ده قرار الحقيقه خاطئ تماما. نتمنى ان الجمهور يرجع علشان تبقى كل عناصر النجاح موجوده في الاداء، يعني يكمل الاداء بوجود جماهير تشجع الفريق، لان برضو يعني من اسلحه الانديه الجماهيريه الجمهور. الولاد تعبوا وعملوا اللي عليهم وعملوا فتره عاد كويسه، جهاز فني عمل اللي عليه، مجلس اداره عمل اللي عليه، منظومه كلها متكامله، اضافه عملنا اضافات كويسه للفرقه، والحمد لله على البدايه ديت، وان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله. القرعه مش هنتكلم عليها، السنه دي قرعه، اربع ماتشات صعيد بره ماشي، وهتكلفنا كتير جدا، مع العلم ان احنا برضو كان في اول السنه اللي فاتت قال لك دوري المحترفين السنه الجايه هيبقى كذا، هيبقى في رعايه وهيبقى في بس وهيبقى في فلوس، ولا في رعايه ولا في بس ولا في فلوس ولا في اي حاجه، واحنا نادي جماهيري امكانياتنا يا دوبك، يعني الحمد لله ان احنا بنوفي بالتزاماتنا الحمد لله، وبندي الاولاد حقهم على 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 اكمل وجه لغايه اخر ثانيه في الموسم. ربنا ادانا واحنا اجتهدنا، واحنا كنا عاملين حساب الماتش ده كويس، واجتهدنا في الفترات اللي فاتت، والاداره سندتنا وادت كل لعيب مستحقاته ووفرت كل حاجه للعيب، وكان عندنا اهتمام وتركيز جامد جدا، وربنا وفقنا وبذلنا كل جهد، وكنا بنسعى للفوز والحمد لله. الله ما شاء فعل، كنت الله ما شاء فعل، الحمد لله. يعني بدايه ان شاء الله تبقى بدايه فيها ان شاء الله فيها دفع علينا ان شاء الله من خلال الهزيمه اللي احنا تزمناها. احنا ببارك نادي طنطا، نادي كبير ونادي محترم، كابتن عمرو مدرب كبير ومدرب محترم، الحمد لله على النتيجه. قصرنا شويه في الشغل اللي احنا شغلنا اللي احنا. كان معكم من ملعب نادي طنطا عقب نهاية مباراة طنطا ورايا، والتي انتهت بفوز نادي طنطا بهدف نظيف عن طريق محمد عاطف. أحمد عبد الله لملعب الشمس، وإلى الاستوديو.